المصيبة الثانية في مجال مواقع التواصل الاجتماعي اللي ظهرت حديثا، واحنا بنلاحظها الآن عندنا على مستوى طلبة الجامعات اللي هو في دراسات العليا، نعم، اللي هو ظهور اللغة غير لغة القرآن اللي احنا بنعرفها. احنا عندنا الحروف اللغة العربية الآن، نعم، أصبح الشخص اللي بيشتغل على الانترنت بتكلم اللغة العربية العامية باستخدام أحرف باللغة الإنجليزية، وهذا عبارة عن مصيبة. نعم، باستخدام أرقام، أرقام حتى أرقام حرف حرف الحاء في العربي صار عبارة عن رقم 7. رقم 7، نعم، يعني إشي مزري. فبالتالي عندنا فقدنا لغتنا وما تعلمنا لغات أخرى، هاي عبارة، نعم، عن مشكلة كبيرة. لذلك حتى بداخل البيوت، وأنا بوجه كلامي لرب كل أسرة، راقب اللغة اللي ابنك بتواصل فيها مع أصدقائه على شبكات شبكة الإنترنت، بمجرد أنه ما فقد لغته سيفقد أشياء أخرى. هل بنصير مثل بالعامية نحكيها، مثل الغراب اللي بده يقلد مشية الحمام؟ نعم، لا نسي مشيته ولا يمشي. وهي عبارة عن مصيبة احنا بنلاحظها. طلاب جامعات عنا يعجزوا عن التحدث بجملة باللغة العربية الفصحى. وإذا سألته في الإنجليزي بيقول طيب أنت بتكتب في الإنجليزي؟ بقول لك ما بعرف إنجليزي. طيب شو اللي قاعد بتكتبه أنت؟ ولا بتعرف عربي؟ بغض النظر عن تسميتها. نعم، لذلك هاي عبارة عن مصيبة. مصيبة طامة كبرى هاي. كما تفضل الدكتور نجاد أنه التكنولوجيا أفقدتنا لغتنا، هل أيضا التكنولوجيا أفقدتنا النسيج الاجتماعي المترابط في المجتمع الأردني؟ هل ألغت علاقاتنا الاجتماعية؟ وأنت رأيت يعني ما زلنا نحن خارجين من عيد الأضحى، كل المعايدات على الواتساب وعلى المسنجر، فهل ألغت التكنولوجيا العلاقات الاجتماعية الحميمة الأردنية؟ حقيقة يعني من سلبيات التكنولوجيا، من سلبيات مواقع التواصل الاجتماعي، من سلبيات الهواتف الجيل الثالث اللي تستخدم تطبيقات الأندرويد هاي، الآن برامج التليفونات اللي فيها نظام الأندرويد. الآن عندك الواتساب، عندك الفيسبوك، عندك تويتر، وإلى آخره فايبر. هلأ مشكلتنا أصبحت تكمن في أنه تواصل الناس بينهم وبين بعض، حتى ممكن الأخ وأخوه يتواصلوا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، لأن هي أصلا أنشئت للتواصل الاجتماعي، هي اسمها مواقع التواصل الاجتماعي، لكن ليست بالطريقة التي نستخدمها. بالضبط، ليست بالطريقة. بلغنا كثيرا. حقيقة قبل يعني ما تظهر مثل هاي الهواتف ومثل هاي التطبيقات ومثل هاي التكنولوجيا، كنت تجد انه السهرة الأردنية متميزة بأحاديثها، في يعني اغلب الأحيان يكون فيها شخص او اثنين او ثلاثة من كبار السن، الشباب يقعدوا يستمعوا لهم، كلامهم حكم وإلى آخره، يتعلموا منهم دروس الحياة، لأن الحياة مدرسة بتعلم الإنسان، كل يوم بتعلم شيء جديد. لكن للأسف الشديد الآن تجد أن الأسرة الواحدة بيكونوا جالسين مع بعض في سهرة واحدة، لكن كل واحد في عالم آخر. نعم، واحد على الفايبر، واحد على الفايبر، واحد على تويتر، نعم، كل واحد ماسك التليفون. نعم، ممكن يقعدوا ساعتين وثلاث وأربعة مع بعض دون أن يتحدثوا كلمة واحدة، إلا بجوز عندما يجي يقدموا فنجان القهوة أو كاسة الشاي يقول له شكرا. يقول له شكرا فقط لا غير. نعم، صحيح. هاي من سلبيات التكنولوجيا. نعم، اللي هي حقيقة أبعدت، ما خل يعني إحنا ما استخدمناها بطريقة إيجابية، وإنما تم استخدامها بطريقة سلبية، أبعدت الناس عن بعضها، بدل ما تقرب الناس من بعض. نعم، أبعدت الناس عن بعض. نعم، صحيح. أيضا موضوع خلينا نقول تكنولوجيا المعلومات والشبكة العنكبوتية بشكل عام لها سلبيات كثيرة جدا جدا جدا، خصوصا على جيل الشباب. وأنا يعني كعميد شؤون طلبة في جامعة عجلون الوطنية أجد أن موضوع الإنترنت يؤثر كثيرا على سلوك وتصرفات الطلبة داخل الجامعة. نعم، أول شيء أصبح الإنترنت يشغل الطلبة بدل أن يستخدم لغايات المعرفة العلمية والتحصيل العلمي. نعم، أصبح يستخدم لتضييع الوقت. نعم، هذا نحن ما نريد تفصيل بهذا. أصبح يستخدم لتضييع الوقت. نعم، يعني للأسف الشديد أن معظم مستخدمي الإنترنت هم على مقاعد الدراسة. نعم، لكن من منهم يستخدم الإنترنت لغايات تحصيل معلومة؟ ما هي النسبة؟ ما عندي إحصائية،
لكن أنا برأيي الشخصي لن تتجاوز 2 أو 3% من الطلبة اللي بيستخدموا الشبكة العنكبوتية من أجل تحصيل علمي. نعم. النقطة الأخرى أنه أصبح الطلبة الجسم بحاجة لراحة، لازم يستريح. نعم. حتى وإذا حتى ما استراح الجسم يتم التفكير بالطريقة السليمة، بالتالي رح يجي عندك الطالب على قاعة الدراسة مش مرتاح، منهك من السهر، منهك من السهر، مزغللات من منهك من السهر. نعم. وبالتالي هو سيؤثر أيضا على تحصيله العلمي داخل القاعة التدريسية. نعم. سواء كان في المدرسة ولا في الجامعة، في التحصيل في على مقاعد الدراسة في الجامعات. نعم. أيضا موضوع الشبكة العنكبوتية والانفتاح الموجود، يعني أنت بكبسة زر عم بتلف العالم وعم تغزو ثقافات كثيرة مختلفة. نعم. إحنا يجب أن لا ننكر ولا نستطيع أن ننكر أو نتجاهل أو نتجاوز إنه إحنا مجتمعنا الأردني مجتمع محافظ جدا جدا، وبعدنا متمسكين بالعادات والتقاليد. وما ممكن إنه خلينا نقول العادات والتقاليد اللي بتمشي بالدول الغربية وإنه ما يناسبهم إنه يناسبنا. وبالتالي أنا برأيي الشخصي إنه يعني فئة الشباب هم فئة يعني خلينا نقول بعدهم ما عندهم خبرة في الحياة. نعم. ومش مطلعين. نعم. وبالتالي لما يكون في عنده هذا الكم الهائل من المعلومات، من المعلومات والانفتاح. نعم. والثقافات. والثقافات. نعم. بالتالي هذا سيؤثر عليه من ناحية نفسية، وهي الناحية يا ريت إنه يؤثر عليه من ناحية إيجابية. نعم. سيؤثر عليه من ناحية نفسية سلبية. نعم. وستلاحظ هذا من خلال سيشحن بطاقة سلبية. نعم. وأنا بقول إنه يعني العنف اللي كان يعني الموجود في الجامعات سببه هذا الانفتاح. نعم. وأيضا يعني سببه يعني إذا بدنا نطلع على موضوع آخر، موضوع يعني مع الاحترام الشديد جدا جدا لكل مواقعنا الإخبارية الإلكترونية. نعم. أصبحت المواقع الإخبارية الإلكترونية تنقل الأخبار. نعم. منها ما يحترف العمل الصحفي ويلتزم بميثاق مهنة. نعم. ويلتزم بميثاق مهنة العمل الصحفي. نعم. لكن للأسف الشديد هنالك بعض المواقع الإلكترونية شغله الشاغل وهمه أنه ينزل خبر. نعم. تأكد من صحته، تأكد من مصداقيته، من مصداقيته. نعم. ما تأكد. نعم. وبالتالي كان هنالك كثير من المشاجرات والعنف اللي صار داخل الجامعات، اللي أنا كنت دائما ضد إني الناس يقولوا إنه عندنا العنف الجامعي كان ظاهرة. نعم. إنه ظاهرة، لا، أنا كنت ضد هذا المصطلح إنه مش ظاهرة، لكن للأسف الشديد لما زادت أحداث العنف الجامعي الإنسان لا يملك إلا أن يعترف بأنه أصبح ظاهرة. نعم. داخل أصبح ظاهرة. وشاركت أيضا التكنولوجيا في نقل الخبر بسرعة. بالضبط، نقل الخبر بسرعة من مكان إلى مكان إلى. نعم. مكان. وتوافد. بالضبط، وتوافد الطلبة والفزعة وتجميعهم بطريقة. نعم. سريعة. يعني أنت درست في. نعم. الجامعة وأنت. نعم. ما شاء الله لسه يعني في مقتبل العمر، وأنا درست في الجامعة ونعرف كيف الآلية اللي لما كنا إحنا فيها على مقاعد الدراسة كنا نفكر بآلية تختلف. نعم. عن الآلية اللي بنفكر فيها إحنا اليوم. نعم. عرفت كيف؟ فهنالك الكثير من السلبيات لتكنولوجيا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لكن لا ننكر أن لها إيجابيات. نعم. أنا برأيي الشخصي إنه إذا ما تم استخدامها بطريقة صحيحة بتكون إيجابياتها أكثر من سلبياتها. نعم. لكن إذا تم استخدامها بطريقة سلبية ستطغى سلبياتها على إيجابياتها. أشكرك دكتور. أتلقى اتصال من الدكتور علي الشوابكة. دكتور علي، أسعد الله مساك. ألو. يا هلا بيك، تفضل دكتور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. أنا حاب أمسي عليك ويعطيك العافية. أشكر. على البرنامج الجميل جدا. الله. وأشكر الدكتور نجاة النجداوي ودكتورنا العزيز القضاء. الله يطول على أفكارهم النيرة. الله يسلمك. بس حقيقة أنا في عندي 3 نقاط حاب أحكي فيها. تفضل. أولا اللي هي قضية استخدام الشباب بغرف الإنترنت. نعم. وهذه النقطة يجب أن ندرس أسبابها.
حقيقة أسبابها اللي هو كثرة البطالة عند الشباب والعاطلين عن العمل. هاي نقطة أساسية. النقطة الثانية، ألو معاي؟ معاي، تفضل مداخلتك. النقطة الثانية سيدي، نعم، لا نزال لا نتقن ثقافة استخدام تكنولوجيا المعلومات، وهذا إذا قررنا حالنا رغم إن من الدول الكبيرة بالدول العربية اللي تستخدم تكنولوجيا المعلومات والشبكة العنكبوتية، إلا أنه نلاحظ عدم الاهتمام وخاصة بالجامعات بخلق ثقافة عند الطلبة بثقافة استخدام الشبكة العنكبوتية، وهذا يجب أن لا نجلد الذات ونحط كل المشكلة على الشباب وعلى أبنائنا. حقيقة الجامعات عليها دور، المدارس عليها دور، والأسرة عليها دور. لكن تنطلق المسؤولية من رب الأسرة. الأساس من رب الأسرة، ثم المدرسة، ثم الجامعة. والجامعة عليها دور كبير بتجذير هذه الثقافة، ثقافة استخدام الشبكة العنكبوتية. ويعطيك العافية، وأتمنى أنه يتم عقد مؤتمر وطني بهذه الأفكار لوجود استراتيجية وطنية لاستخدام تكنولوجيا المعلومات، وخاصة على مستوى العاطلين عن العمل أو على مستوى شبابنا أو على مستوى الجامعات الأردنية. شكرا لكم ويعطيكم العافية. أشكرك على هذا البرنامج اللطيف. شكرا لك شبابك. لكن دكتور، أنت تطرقت إلى البطالة، ما هو شاب قاعد طول النهار على التليفون والواتساب وقاعد، بطل عنده آلية التواصل مع الشارع الأردني حتى يروح يبحث عن عمل. ما هو طناره قاعد على وسائل الاتصال. يا ريت هو يوظف حاله بطريقة إيجابية، لو إنه استخدم التكنولوجيا بالطريقة الإيجابية كانت عندنا نسب البطالة تتناقص، لكن هو مش فاضي إنه يدور على شغل على الشبكة العنكبوتية. لكن دكتور نجاد، كما تفضل الدكتور منتصر، أنه لا يوجد هنالك توظيف للتكنولوجيا على المنحة تحصيل العلمي، أو نسلط الضوء على التحصيل العلمي وعلى المعرفة العلمية. وأنت دكتور جامعي، كيف يمكننا توظيف التكنولوجيا لتخدم العملية العلمية في الأردن، ونرتقي من خلال التكنولوجيا لنوظفها في العملية العلمية الأردنية؟ حقيقة هي التكنولوجيا اللي موجودة حاليا مستخدمة على مستوى العالم، حتى اللي بتساهم في التطور العلمي موجودة ومستخدمة في معظم البلدان. حاليا طالب الجامعي على الجامعات المحترمة لما يطلع على برا، وإحنا طبعا جامعاتنا أيضا محترمة بنفس القدر، لكن عندهم ميزات هناك إنهم الوسائل التكنولوجية بيسخروها في سبيل العلم بشكل كامل. لما يفوت الطالب على الجامعة مباشرة، أول ما يعمل عملية التسجيل بيستلم آيباد أو بغض النظر تابلت، وعبارة عن كمبيوتر نازل عليها جميع مواده، نازل عليها جميع الملفات اللي ممكن يحتاجها من أول فصل لحتى يترك الجامعة. أوكي؟ الآن طول فترة المحاضرات اللي عنده بيكون استخدام وسائل تكنولوجية بشكل كامل. المحاضرات كلياتها تسجل على الفيديو، إذا الطالب ما قدر يحضر محاضرته هذا لا يعني المحاضرة راحت عليه. المحاضرة موجودة، راح تكون على ويب سايت الجامعة أو على مواقع مثل اليوتيوب، بنزلوها هناك الطالب يمكن يستخدمها. الوسائل التعليمية التكنولوجية التي تستخدم في عملية التدريس لا تعد ولا تحصى، ما بنقدر نحصيها نقول إنه في وسيلة أو وسيلتين. هل نستخدم نحن منها في الجامعات الأردنية؟ معظم الجامعات الأردنية ما زالت لسه على اللوح وقلم الفلوماستر، بعد ما كان قلم الطبشور. كنا أول شيء قلم الطبشور، الآن هذا التقدم اللي أصبح الوايت بورد أصبح. بعض الجامعات الخاصة فيها ما يسمى بالسمارت بوردز. السمارت بوردز هو عبارة عن لوح إلكتروني باستخداماته اللي مش راح نتطرق لها، لكن الجميع اللي بكتبه المحاضر أو كل شيء يكتبه المحاضر على اللوح بتم تنزيله على الكمبيوتر عن طريق ملفات، بيقدر الطالب يرجع لها لاحقا. لذلك هناك وسائل عديدة جدا بإمكاننا أن نستخدمها حتى إحنا نحسن من عملية التعليمية. للأسف الشديد إحنا نستخدم بعض أو جزء بسيط جدا من هذه الوسائل التعليمية المتوفرة، لكن الجزء الأكبر إحنا في منحة ثانية عنه. استخدامنا للتكنولوجيا ليس صحيح. استخدامنا للتكنولوجيا الآن هو عبارة عن مضيعة وقت. يعني زمان كانوا يقول لك فلان بتصل معك تليفون شو بتساوي، بتقول والله قاعد، بقول لك تعال خلينا نضيع وقت. طيب يا أخي أنت ليش بدك تضيع وقت؟ إحنا ملاقيين وقت حتى أنت تضيع. إحنا ندور على الوقت الدوارة وأنت بدك تقول لي تعال. الآن أصبح لا، كل شغل الشباب خاصة في الفئة العمرية اللي إحنا قاعدين نحكي عنها، ما بين فئة الشباب ما بين 15 إلى 29 سنة،
وهم عبارة عن 70% من مستخدمي لا من مستخدمي الانترنت اللي ببلغ عددهم حاليا 4.4 مليون.